بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض موقع اسمه سولار فارم. الموقع ده ممتاز جدا لموضوع الطاقة الشمسية. تبدأ تحدد له المكان وتحدد له المساحة السطح اللي انت عايز تحط عليها الطاقة الشمسية بتاعتك، وليكن مثلا الجزء دوت. وبعد كده تبدأ تدخل له المعلومات بتاعتك، يبدأ يظهر لك بالشكل دوت. هو كومباتبل مع ويندوز 10، وتقدر تدخل وتشوف كل المعلومات اللي انت محتاجها.